إذن متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء. متابعينا الكرام هكذا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته أيضا الجعدان. متابعينا الكرام بالنسبة لسن اللقاية متابعينا الكرام ومسافتنا هي 3 كيلومترات ضمن إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة العين. هكذا ننطلق مع الصدارة الأولى مع المركز الأول مع هملول سعيد بن سالم بن علي الدرعي مع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني ثاني الأسماء ياتي شاهين الأحمد بن محمد بن محمد بلوع العامري مع المركز الثاني حيث الدخول على ثالث الأسماء شاهين لعبد الله بن علي بن هويدن الشامسي بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات متابعينا الكرام وياتي الفاتن لمحمد بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا الفاتن من خلال هذا المساري وهذا الاندفاع بينما هناك الوصول الآخر متابعي الكرام من شاهين لسالم بس سعيد بن حريك المنهالي بدأ في هذا المسار مقدما لنا شاهين على خامس الأسماء. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الرائعة والجميلة. نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى إلى هملول سعيد بن سالم بن علي الدرعي من يقدم لنا انطلاقة رائعة وجميلة على الصدارة الأولى بينما ثاني الأسماء ويتواصل الفاتن لمحمد بن مبروك بن طماطم العفاري القادم مع الفاتن بهذا المسار بينما المركز الثالث ثالث الأسماء ويتواصل في هذا المسار شاهين لسالم بن عبد الله بن يطبع العامري مقدما لنا هذا الشعار بينما هناك رابع الأسماء والتسلل من شاهين لسهيل بن الدحبة بن غنزول العامري هنا يقدم لنا شعار بينما الوصول القدوم في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء من شاهين لمحمد بن علي بن حليس العفاري يقدم لنا شاهين بعدما قدم لنا الشاهينية في هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى مقدمة الشوط متابعينا الكرام وهناك أيضا شعار الدرعي سعيد أو هناك متابعينا الكرام شعار الدرعي نعم بالفعل يقدم لنا أيضا هملول سعيد بن سالم بن علي الدرعي ولكن الفاتن فاتن الفاتن هنا متابعين الكرام محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم الفاتن من خلال هذا المسار من خلال هذا الاندفاع من خلال هذا الانطلاق ولكن بن غنزول قادم بن غنزول قادم مع شاهين بن حليس وبن يطبع وقدمت الشعارات وصل الواصلون قدم القادمون وهناك الهجوم متابعينا الأعزاء الهجوم في هذا المسار وهذا الاندفاع من شاهين لعبد الله بن صالح العطيره العامري يقدم هذا الشعار يقدم هذا الشعار في اللحظات الاخيره في اللحظات الاخيره رعى الطيره ولكن هنا القدوم وايضا في هذا المسار من شعار بن يطبع سالم بن عبد الله بن يطبع العامري وهناك بن غنزول وهناك بن غنزول ولكن رعى الطيره طار مع الصدارة طار مع الناموس مقدما شاهين عبد الله بن صالح رعى الطيرة العامري يقدم هذا الشعار بن غنزول خطير خطير للغاية قادم مع المركز الثاني مع شاهين مع شاهين ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن رعى الطيرة رعى الطيرة بن غنزول بن غنزول قادم بن غنزول قادم خطير للغاية اللحظات الأخيرة الأمتار المجنونة ولكن رعى الطيرة هو الأقرب للناموس هو الأقرب للانتصار متابعينا الكرام ثاني وناموس عبد الله بن صالح العطير العامري بينما ثاني الأسماء
شعار بن غزول أتى مع المركز الثاني مقدما أداء رائع وجميل. متابعي الكرام، سهيل بن الدحبة بن غزول عامري بينما ثالث الأسماء. المركز الثالث متابعينا الكرام كان شاهين لسالم بن عبد الله بن يطبع العامري، ورابع الأسماء المركز الرابع الفاتن لمحمد بن مبروك بن طماطم العفاري. إذا تهانينا والناموس متابعينا الكرام هناك أيضا لمن قدم لنا هذا الأداء الرائع والجميل مع أيضا هذا الشعار، شعار عطير عبد الله بن صالح عطير العامري مقدما شاهين بتوقيت زمني مقدارها 4 دقائق 38 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا وناموس.